عبر الهاتف من أبو ظبي ينضم لنا السيد محمد أبو عساكر المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. سيد محمد مساء الخير، أهلا بك معنا. التقرير تحدث بشكل مفصل عن لجوء المهاجرين وحتى طالبي اللجوء إلى ليبيا تحديدا للوصول إلى أوروبا، وطبعا من هنا يمرون بالعديد من العقبات إن صح التعبير أو حتى الانتهاكات. قبل أن نتحدث في هذا الصدد، لو لديك بعض الأرقام، التقرير تحدث أن 110 ألاف مهاجر وصلوا بحرا في السنة الماضية إلى جنوب أوروبا، لكن هل لديك ربما توثيقات حتى ربما بالمقارنة مع السنوات الماضية كيف تفاوتت الأرقام؟ نعم مساء الخير. نعم الوضع ما زال نعم سيد محمد صعبا للغاية بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء من منطقة افريقيا عبر ليبيا ثم الى البحر المتوسط. ما زال المهربون يستعملون اللاجئين وطالبي اللجوء يستعملونهم ويتاجرون بمعاناتهم من اجل استاذ محمد اذا سمحت لي الصوت لا يصلني بشكل واضح، لم اتمكن من سماع الجواب بشكل واضح. هل تسمعين الان؟ نعم تفضل، ولكن هل ممكن ان ترفع صوتك قليلا اذا ممكن؟ نعم قلت بان الوضع ما زال صعبا لدى اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يسعون بالوصول الى اوروبا عبر البحر المتوسط. المهربون ما زالوا يستخدمون ويتاجرون بمعاناه هؤلاء الاشخاص من اجل وصولهم الى اوروبا. نحن لدينا ارقام تشير في خلال 6 أشهر الماضيه من العام الحالي اكثر من 2360 شخص لقوا حتفهم في البحر المتوسط او اثناء عبورهم وصولهم الى اوروبا. الرحله ما زالت محفوفه بالمخاطر حيث ان يوجد ضمانات توصل هؤلاء الاشخاص الى مبتغاهم الى اوروبا. نحن طالبنا بمبلغ 421 مليون دولار اضافي من اجل ايجاد بدائل تسمح للاعداد الكبيره من اللاجئين. هذه النقطه البدائل، يعني كيف؟ يعني اكيد انه اي شخص يختار اللجوء بطريقه غير شرعيه عن طريق البحر عن طريق قوارب الموت يكون بالنسبه له ربما استنفذ كل الطرق وكل شيء لكي يصل الى الهدف او الى الحياه والامل الذي يضعه. تتحدث عن بدائل، ما البدائل التي يمكن ان تتوفر لحمايه هؤلاء لانقاذهم من الموت؟ البدائل هي مقسومه لقسمين، نعم. بدائل على مستوى الحكومات في اوروبا وبدائل على مستوى المهاجرين انفسهم. لدينا الان حمله للتوعيه عبر اللاجئين وطالبي اللجوء من اجل توعيتهم بمخاطر هذه الرحله التي يمرون بها وبمخاطر الاموال التي يدفعونها الى المهربين من اجل الوصول الى اوروبا. الطريقه الثانيه التي تبع المفوضيه هي تدعيم ودعم الامكانيات لدى الحكومات في سواء في اوروبا او في الحكومات في شمال افريقيا مثل ليبيا على سبيل المثال، من اجل توفير مراكز استقبال تسمح بكرامه هؤلاء الاشخاص وتقويه القطاعات الخاصه من اجل ايجاد حلول لاولئك الاشخاص الذين هم بحاجه الى حمايه دوليه. يعني تحت وصايتكم، تحت اشرافكم اقصد، تحت اشراف المفوضيه هذه المراكز؟ هذه المراكز تتبع للحكومات في الدول المضيفه سواء كانت في شمال افريقيا او في اوروبا، ولكن المفوضيه تعمل مع هذه الحكومات من اجل تقويه هذه البرامج لديها، من اجل ان هناك نوعين من الاشخاص الذين يقومون بعمليات الوصول الى اوروبا، منهم اللاجئين وطالبي الحمايه ومنهم المهاجرين الاقتصاديين. نحن هنا نتحدث عن اللاجئين الذين هم بحاجه لحمايه دوليه، هؤلاء الاشخاص يجب ان تتوفر لهم كل السبل من اجل ضمان وصولهم الى مبتغاهم ومن اجل حصولهم على خدمات. طيب كيف يعني اذا ما ارادوا ان يصلوا بشكل ربما قانوني عن طريقكم، كيف نسمع احنا كل اسبوع عن على الاقل شخص يموت غرقا يعني بسبب الهجره غير الشرعيه او عن طريق قوارب الموت، كيف يمكنهم ان يصلوا الى الطفه الاخرى الى مبتغاهم الى هدفهم بشكل قانوني او عن طريقكم؟ هذه الرحله هي رحلات غير قانونيه ولكن هي شرعيه لكل شخص، لكن هي غير قانونيه من حيث التوصيف القانوني لهذه الرحلات. نحن نطالب دول اوروبا بالسماح بالاعداد التي تستقبلها من اعداد اللاجئين وطالبي اللجوء، كذلك نحن نطالب بان تكون هناك رحلات قانونيه عبر الطائرات وليست عبر البحار، لا نريد اللاجئين وطالبي اللجوء ان يخاطروا بحياتهم من اجل الوصول الى اوروبا، لا نريد ان نرى 10 ثواني كيف يمكن تحقيق ذلك؟ نظرا لضيق الوقت 10 ثواني كيف يمكن تحقيق ذلك؟
هذا ما نعمل به مع الحكومات في الدول الاستقبال. لا يجب على اللاجئين أن يتاجر أن يضعوا أرواحهم رهينة للمهاتفين. نحن نقوم بتقوية برامج ومراكز الاستقبال من أجل تحرير هوية اللاجئين وطالبي اللجوء الذين هم بحاجة لحماية دولية، ومن أجل ذلك توفير الحلول الدائمة لهؤلاء الأشخاص. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا السيد محمد أبو عساكر المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كنت معنا عبر الهاتف من أبوظبي.